احنا جينا على الاردن بسنه 2013 بين ليلي يعني وضحاها زي ما بقولوا، انه صبح كنان كان لونه الصوت يعني صار لونه اصفر، صفار مش طبيعي. فلما اجينا حكينا الدكتور انه الولد معه يعني بدنا نعمل له خزعه نتاكد، طلعت نتائج الخزعه فحكى لي الدكتور انه الولد معه سرطان وبحاجه جرعه مباشره يعني، والا ما بيصبح. فصرت اقول يا رب بدخيلك انه انا وين بدي اروح فيه، صار يعني هم مش طبيعي. تنامي تفكر بالسولافة، تقعد تفكر انه وين بدي اروح. وجيت على مركز الحسين الحمد لله وقدمنا الاوراق، اول يوم ثاني يوم رنوا علي قال لازم تجيبوا كنان مباشره، وجبنا كنان الحمد لله وفتنا فيه لهون. والله الحمد لله يعني العلاج عم ياخذه عم يتحسن، والتحسن يعني واضح عليه بشكل مباشر يعني. يعني احنا صرنا هسه بمرحله العلاجيه تقريبا خطه 82، عم تعطيه جرعات نظاميه كيماوي بالمشفى هون عن طريق الاوبر، ونحن عم نعطيه كيماوي بالبيت حبوب وخزعات كل شهر. حتى هسه صارت فترتنا كل شهر. حتى كنان بحاله يعني اول ما اجى والاستقبال والهذا تغير، حتى العلاج يعني نصف المعامله اللي بالمشفى هون. أنا بقول علاج، والله الحمد لله عم ندعي للي بيعالجوا كنان، والمتبرع إن شاء الله غير يلاقيها ميزان حسناته.